السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في توقعات الخيول أو الكانتي اللي غيكون يوم الغد يوم الخميس 28 ماي 2024 أوتيل رينيو 1 الكرسة الأولى اللي غادي تكون فيها الكانتي و14 ديال الخيول هي أصلا 16 ديال الخيول مشاركة وغيكون الآن ودوه نو باردون من الخيول اللي غتكون فافوري غادا ديكلاري نو باردون. بالنسبه لهاد الكاتيجوري ديال لي كاترون معدم الخيول ما جاريينش بزاف، معدم الخيول جايه من البروفانس يعني ما عدا العشرة اللي جا لينا كاتريام في الكاتيجوري هادي، وكان دار كان دخل غرون توكار كاتريام وكان تقريبا كان غادي معاهم ولا فافوري لانه يستحق هذا العود يكون من بين لا سيليكسيون ديالنا. انا فقط الاخوان بما ان الخيول معظم الخيول عندها الخرجات ديالها في البروفانس، انا فقط غادي نركز على لي زونترينور ديال لاكورس. لي زونترينور الاخوان كاين هيغو ميريان رقم 16 وكاين دانييل لاميل رقم 14 وكاين تريز ميكائيل سيرور وكاين 12 سيلفيان دي اللي غادي يكون اريتي طومبي ب 30، يعني سيلفيان دي ماشي من المدربين الاوائل وانما على حساب الكاتيجوري. يعني عندنا واحد مجموعه الخيول في الجراوند نيميرو، كاين عندنا جورج زيرتهم هاد العود اللي غيكون عنده ال11، نخليو داك العشرة كعود اضافي، يعني هما لي زونترينور هما الاوائل. ايروان غرال اللي غيكون عنده رقم 9، ما عندناش ميناتو، ما عندناش غوردو، ما عندنا فان جاكار جونيور، ما عندناش، عندنا ماكير هذا هو اخر عود، هو ماكير طروه ما عنديش، اندو نو بارتو، لو كانت اندو جاريه غادي نختارو في اندو. اذا اخوتي عندنا الكات عندنا النف، عندنا الديس، عندنا الاونز، عندنا الدوز، عندنا التريز، عندنا الكاتورز، وعندنا السيس. عندنا السيس هادو هما الخيول اللي غادي نختارهم. هنا كاين عندنا 4 10 دو 3 4 10 دو 3 افي 14 9 13 16 اس نو بارتون 6 11 7 دي لي سي ديال لا كورس الاخوان فيها 12 8 15 12 هو هاد العود ديال سيلفيان دي تنظن وي غيركب عليه هاد فيريرا عندو اريتي طومبي عود بروفانس غادي اغلى عود تقريبا من بين الخيول الغاليه هما الرقم 8 وال15. شنو قلنا الاخوان؟ عندنا السايز، عندنا ال14، عندنا ال13، عندنا ال12، عندنا ال11، عندنا ال10، عندنا ال9، عندنا النوامر كبار اخوتي، وعندنا داك الكات، عندنا داك الكات. ما عرفتش بالضبط شحال من عود، ولكن نخليو داك الدوز كعود، دوز كعود روغري، كعود روغري. اذا اخوتي قلنا الكات نف، كات نف، ديس، اونز، تريز، كاتورز، سيز، سبعه ديال الخير. سبعة ديال الخيل هذاك الدوز غادي يبقى الاخوان. انا فقط خدمت لاكورس على حساب لي زونترينور لان ملي جيتي ديطايي الخيول في تجري راه ما غاديش تختار شي، ما غاد ما ما, ما غاديش تلقى داك العود، دونك لي زونترينور غادي ينفعوا ينفعونا الاخوان. اذا شنو اختارينا من هنايا؟ اختارينا 4 و10 و14 و13 و9 اللي هما لي فافوري ديال لاكورس. طروه ما عنديش الان دون بارتون 6 11 تقريبا هما هادو. بقى داك الدوز ديال سيلفيان دي هو الحلقه المفقوده ديال الكورسه، واش غادي يكون او لا ما غاديش يكون؟ المهم هادو سبعه ديال الخيل الخوت، هادو غادي نديرو عليهم واحد الدراسات
نخدموا عليهم الاخوان، اختارينا 4 و10، اختارينا 14، اختارينا 13، اختارينا 9، اختارينا 6 كاول اوتسايدر، اختارينا 11 كثاني اوتسايدر. وبقى لينا داك الدوز اللي غيكون في الدي لي سي الاستر دو 14 10 ريبيريدو لي جيم اللي هو الكات 10. قال لك اسيدي سبيسياليست اول خرجه ديالو دار فيها كاتريام 13 لا دي كوفير ديرنيير مينيت هو ال 14 دلا ديكوفير كذلك هنا ال 14 ال 14 لا ديكوفير وهنا لا ديكوفير 13 ديرنيير مينيت هو ال 14. البروغرام الخوت راه هو هذا، الواحد غادي ب 15، الجوج ادو نو بارتون، 3 غيكون غادي ب 9، 4 غادي ب 5، 5 غادي ب 27، 6 ب 25، 7 ب 27، 8 ب 33، 9 ب 17، 10 ب 7، 11 23 12 اولا 12 31 13 13 14 11 والكنز 38 واخر عود هو السيز اللي غيكون عند هيجي مليون مع جيمس ريفيلي. هذا ما كان خوتي، دمتم في رعاية الله وحفظه. بالنسبة لفرانشوفال تيرف والخدمة اللي كنديروها الإخوان، نتمنى نكون موفقين بالليل إن شاء الله، نديروا واحد لايف اللي يكون في المستوى. وتحياتي لكم، خلينا لكم راحة ومع السلامة.